والآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى القاهرة لنقل مؤتمر صحفي لوزير خارجية مصر ومفوض أونروا. السيدات والسادة، Commissioner General of UNRWA, ladies and gentlemen, allow me at the beginning to welcome my dear guest, the Commissioner General, in his current visit to Cairo, especially in this critical time. The Palestinian cause goes through. Allow me to extend to him deep thanks and appreciation on the behalf of the Egyptian government, the Egyptian leadership, and the Egyptian people for the great efforts he personally exerts and exerted also by the agency. I'd like also to extend to him deep condolences for the martyrs of the UNRWA who sacrificed their souls under the violent occupation. They sacrificed their life to relieve and save the innocent Palestinian civilians in Gaza Strip. بطبيعة الحال وكالة الأونروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة لأنها تعمل في المجال الإنساني خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا تقتصر يعني وهذا ما يؤكد أهمية الأونروا. دور الأونروا لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما هو يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خارج داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها إن كان في غزة إن كان في الضفة الغربية كان في لبنان أو الأردن أو سوريا لها ولاية إنسانية لها تاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض والأونروا كما تعلمون هي جزء لا يتجزأ من حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي لذلك نؤكد حرصنا الدائم على العمل الوثيق مع وكالة الأونروا لأداء مهمتها السامية وليكن واضحا لدينا أن الحملة الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة هي ليست بجديدة وإنما تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني ومصر لن تقبل ولن تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة الأونروا لأنه لا بديل عن وكالة الأونروا باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم أخواننا من اللاجئين الفلسطينيين بالتأكيد يعني نحن نطالب المجتمع الدولي نطالب الأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة للأونروا بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول لأن هذا يعني مشاركة في المجاعة أو استخدام المجاعة كسلاح للعقاب الجماعي وهو أمر غير مقبول أمر يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية يزعزع مصداقية النظام المتعدد الأطراف وبالتأكيد يثير الكثير من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في قضية ما وتجاهلها في قضية ما وهذا أمر يهدد المنظومة الدولية كلها بعدم الاحترام السيد لازاريني قبل أن أختم كلمتي أود أن أؤكد مرة أخرى أن عمل الأونروا لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وانتهز هذه المناسبة لأكرر الشكر والتحية والتقدير للأونروا ولقيادتها
ولشهدائها، وأيضا نوجه التحية لكل من يدعم سياسة المعايير الواحدة وأولئك الذين يدعمون عودة الحقوق المسلوبة. أتوجه بالشكر والتقدير أيضا لكل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. كما تعلمون مصر لها دور رئيسي ودور محوري في التخفيف عن معاناة أهالينا في قطاع غزة. مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت إلى أهالينا في قطاع غزة رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، لكن الشعب المصري الكريم، القيادة المصرية الرشيدة، الدولة المصرية قدمت كافة أشكال الدعم من موازنتنا الخاصة ومن أموال الشعب المصري الكريم لإغاثة شعبنا وأهالينا في قطاع غزة. وهذا ليس منا أو منحة، وإنما هو واجب الشقيق تجاه شقيقه، وهذا هو عهدنا دائما بمصر بالنسبة لأشقائها وقت الملمات. سنستمر في تقديم الدعم الكامل لأشقائنا في قطاع غزة. وكما تعلمون أن الوكالة تطلع بدور مهم لا بديل عنها، كما ذكرت هي الوحيدة التي تملك مراكز للتوزيع داخل قطاع غزة، وبالتالي أي جهة كل ما يتردد، كل ما يردده الجانب الإسرائيلي أو أي أطراف أخرى لن يتم تنفيذه على الأرض فيما يتعلق بإيجاد بديل للأونروا، لأنها هي الوكالة الوحيدة المنوط بها القيام بهذا الدور، وهي التي تمتلك القدرات على الأرض لذلك. كما تعلمون قطاع غزة المفوض العام لم يعد يحتمل المزيد من الدمار، فقد دمرت الآلة العسكرية الإسرائيلية كما تعلمون كافة المنشآت هناك، البنية التحتية، الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني الأونروا، هذا هو انتهاك سافر للقانون الدولي. المدارس، مراكز الإيواء، كل ما يتم تدميره أكثر من 100,000 مدني ما بين قتيل وجريح أو في عداد المفقودين، هذا أمر لا يمكن أن نقبل باستمراره، وهذا أمر مخجل، مخجل أن الإنسانية والمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج فيما يحدث الآن. لابد من تكثيف الضغوط، لابد من وقف إطلاق النار بشكل فوري، لابد من النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية. وكما تعلمون مصر أيضاً قدم كل الدعم لأشقائنا الجرحى من سكان القطاع. المستشفيات المصرية تستضيف الأعداد كبيرة من اللاجئين من الجرحى وأسرهم أيضا، ونستمر في أداء هذا الدور. الطفل الفلسطيني كما تعلمون لم يعد يحظى بأبسط حقوقه، ولا يزال هناك 500,000 طفل فلسطيني يعانون من صدمات نفسية بسبب توقفهم عن التعليم بعد تدمير مدارسهم التي تديرها مؤسسة وكالة الأونروا. التعليم هو حق أساسي، الأونروا لها دور أساسي في تقديم الخدمات التعليمية، هي لا تقدم فقط المساعدات الإنسانية ولكن تقدم الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية. فبالتالي علينا أن نعمل، ونحن حريصون على العمل مع أشقائنا وأصدقائنا على المستوى الإقليمي والدولي للحفاظ على هذه الوكالة الأممية السامية للاستمرار في أداء دورها والنبيل، ونقدم لها كل الدعم الممكن. مرة أخرى أرحب بكم العزيز فيليب لازاريني، وأترك لكم الكلمة الآن. Thank you.
Thank you. Thank you so much. Good morning. It's a pleasure to be in Cairo today. يسرني أن أكون موجودا في القاهرة اليوم. My pleasure to. ويسرني أن أهنئ لك سيدي الوزير عبد العاطي على تعيينك كوزيرا جديدا للخارجية. ناقشنا هذا الصباح. We were discussing this كنا نناقش هذا الصباح التعاون الوثيق بيننا وبين مصر على مدار الأعوام القليلة السابقة وخلال هذه الأوقات الصعبة غير المسبوقة. لقد سلطت الضوء سيدي الوزير على الهجمات التي تعرض لها الأونروا، واعتبر من اليوم حوالي 200 موظف لدينا تم قتله وميز منذ بداية الحرب. نحن نتحدث عن هجمات على مقر الأونروا، ومرة أخرى هذا الأسبوع كان هنالك هجمة مأساوية على أحد المدارس أدت إلى وفاة عدد من الناس الذين كانوا يتخذون من المدرسة مأوى لهم. كان هؤلاء الفلسطينيون المهجرون يتخذون من هذه المدرسة مأوى لهم، وقد تم ضرب أو تدمير أكثر من 50% من مؤسستنا، ومع مقتل حوالي ما يزيد عن 500 شخص عندما كانوا يحاولون اللجوء إلى هذه المؤسسة الأممية. ومنذ بداية الحرب كانت مؤسستنا لعدة مرات هدفا للعمليات العسكرية سواء من حماس أو من الجيش الإسرائيلي. لقد رأينا منذ بداية الحرب أن المبعوثين كان يتم منعهم من تقديم المساعدة أو يتم استهدافهم وضربهم خلال العمليات العسكرية. وما يتخطى كل هذه الأمور والهجوم على مقرات الوكالة في قطاع غزة والعاملين بها، رأينا أن هنالك حملة ترمي إلى تفكيك الأونروا. كان هنالك محاولة تشريعية لجعل المؤسسة كأنها مؤسسة إرهابية. قد تم إظهار التخويف لنا في المقر الخاص بنا، وأخيرا رأينا هنالك حملة شعواء وهنالك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المؤسسة. لقد طلبت مرارا وتكرارا من الدول الأعضاء أن علينا أن نرد، ولا يمكننا أن نقبل هذا التعامل الذي ينطوي على عدم الاحترام الواضح لهذه المؤسسة الدولية، لأن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الأونروا بل يشمل أيضا المجتمع مؤسسة الأمم المتحدة، وكذلك لن يقتصر فقط مستقبلا على غزة والأراضي الفلسطينية، ولكن قد يمكن أن يحدث في مكان آخر في العالم. لذلك من المهم للغاية أن نكون مسؤولين جميعا عن هذه الأمور التي تحدث والتصرفات. كنا نناقش أيضا هذا الصباح الوضع الطارئ في قطاع غزة والمتابعة اليومية، ولكن هذا الأسبوع مرة أخرى كان هنالك حركة كبيرة من السكان، حوالي 250 ألف شخص تم توجيههم من الخروج خارج منطقة خان يونس. هذه ليست فقط المرة الثانية التي يحدث هذا الأمر، ولكن هذه المرة السادسة أو السابعة. فالعيش في غزة يعني عدم وجود أي مكان آمن، ولذلك تكون الناس دائما وبشكل مستمر على الجبهة أمام العمليات العسكرية الموجهة إليهم. ناقشت أيضا مع الوزير عبد العاطي هذا الصباح الأطفال والتعليم. صحيح أن اليوم نصف سكان غزة تحت سن 18، ويوجد حوالي 600 ألف فتاة وفتى يعيشون في الأنقاض وتعرضوا لصدمات كبيرة وعميقة
وهم في سن المدرسة الإعدادية والثانوية. اليوم نواجه خطورة خسارة جيل بأكمله فيما يتعلق بالتعليم، وهذا بالطبع أمر مروع. فالتعليم هو حق من حقوق الفلسطينيين، وهو الأمر الوحيد الذي لم يتم أخذه من الفلسطينيين. فالتعليم كان دائما مسارا لتحقيق مستقبل أفضل، ولهذا من المهم للغاية أن فيما يتخطى إنقاذ حياة الناس والحاجة إلى إيقاف إطلاق النار، وهو أمر أصبح متأخرا ويجب أن يتم في أقرب وقت مستطاع، يجب أن نعيد هؤلاء الأطفال في البيئة التعليمية. الأمر لا يتعلق بعودتهم إلى المدارس بالطبع مع تدمير معظم المدارس، ولكن يجب أن نضع هؤلاء الأطفال في بيئة تعليمية. وإذا ذلك إذا لم نرد المساهمة في وضع بذور للتطرف والكراهية في المستقبل. وهنا مع السيد الوزير عبد العاطي كنا نتحدث عن دور مؤسسة كالأونروا وما الذي يمكنها أن تقدمه، إذ أنه لا يوجد أي بديل، لا يمكن لأي شخص أن يكون بديلا عن هذه المؤسسة فيما يتعلق بالحديث عن التعليم على هذا النطاق، إلا إذا كان هذا البديل دولة قادرة على أن تكون في غزة لتقدم هذه الخدمات التعليمية على هذا النطاق. وهنا في المؤسسة لدينا دور نؤديه في هذا الصدد. مرة أخرى لقد كنا وكالة مؤقتة لما يزيد عن 70 عاما، ولكن إذا ما كان المجتمع الدولي اليوم ملتزما تجاه خريطة الطريق تؤدي إلى وجود حلول سياسية، فإن الأونروا ستكون قادرة على الاستمرار وتقديم خدمات التنمية الإنسانية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وحتى يحلوا هذا اليوم الذي يمكن لسلطة أو حكومة أن تتولى فيها القيام بأنشطتنا. شكرا جزيلا. Thank you. Now we will open the room for questions. Now question from Mr. Samir Omar from Sky News Arabia. Good morning, Mr. Minister. I'd like to موقعك الجديد في كوزير الخارجية المصرية، وهو يعني موقع في هذه اللحظة مهام صعبة. من هذه الزاوية بالتأكيد الملف الفلسطيني هو الملف الأكثر إلحاحا الآن بمهمتك الجديدة كوزير الخارجية، إذا كان من الممكن أن تعطي لنا تصورا مصريا للتعامل مع هذه الأزمة بشقيها، سواء الإنساني الذي تناولتموه اليوم مع مفوض الأونروا، أو السياسي سواء ما يتعلق بمعبر رفح، الحدود، أو الدور المصري المهم في الوساطة مع الجانبين في ظل حديث مهمة عن انطلاق جولة اليوم في القاهرة والدوحة في هذا الخصوص. مفوض الأونروا سريعا، تعليقكم السريع على ما ينسب إليكم من الجانب الإسرائيلي بأنكم أو مدارس الأونروا تستخدم من قبل حماس والجهاد كمنصات لعمليات ضد الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا يعني مسألة مفروغ منها أن القضية الفلسطينية هي على رأس أولويات السياسة الخارجية، هذا ما كان الوضع منذ أربعينات القرن الماضي، بل قبل أربعينات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا. هذا مصر دائما ما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق الأوسط، بدون حلها لا سلام لا استقرار في هذه المنطقة، حتى ولو بافتراض أننا نجحنا في حل باقي الأزمات الإقليمية، لكن بدون شك استمرار القضية الفلسطينية لن يؤدي إلى وجود سلام شامل أو استقرار شامل في المنطقة.
طبعا أولويات السياسة المصرية يعني معروفة وظاهرة للعيان، والسيد فخامة السيد رئيس الجمهورية بيؤكد دوما على أن الملف الفلسطيني على رأس أولوياتنا لاعتبارات كثيرة للغاية طبعا ومعروفة للجميع، بحكم أنها أن فلسطين هي دولة جوار، الوشائج التاريخية والدينية والإنسانية وما يجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني. سنظل بالتأكيد في المتابعة والاهتمام البالغ بالملف الفلسطيني باعتباره أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية. الجهد المصري ينصب بالتنسيق الكامل والتعاون مع الأصدقاء ومع الدول الشريكة، إن كانت الأشقاء العرب، إن كان الشركاء الدوليين في روسيا، في الصين، في الاتحاد الأوروبي، في الولايات المتحدة. سنستمر بالتأكيد للعمل على وضع حد لهذه الكارثة ما يحدث في قطاع غزة. كما تعلم أن مصر يمكن هذه المرة الأولى في عصرها الحديث أن تواجه مثل هذه الأزمات والتحديات من كافة الاتجاهات الجغرافية في توقيت واحد، هذا لم يحدث من قبل. فلكن الدولة المصرية قوية، الدولة المصرية صلبة، ستستمر في التعامل مع كافة الأزمات بما يصون الأمن القومي المصري، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب الشقيقة في مناطق الجوار الجغرافي لمصر. أعود مرة أخرى للملف الفلسطيني. كما تعلم هناك جهد مصري مخلص بالتعاون مع شركائنا، إن كانت قطر الشقيقة، إن كانت الولايات المتحدة، في العمل على التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. الجهد المصري لم يتوقف على الإطلاق منذ 7 أكتوبر، ولعلك تذكر المؤتمر الهام الذي استضافه السيد رئيس الجمهورية فور بدء العمليات العسكرية والعدوان والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذرنا وقلنا بضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات. نأمل أن يتم أن تسفر هذه الجهود عن نتائج محددة فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. أما فيما يتعلق ما بعد ذلك، على هناك طبعا بالتوازي مع وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات بالتأكيد وإبرام هذه الصفقة بالتأكيد، وهذا ما ذكرناه مرارا وتكرارا، لابد أن تكون ليس فقط عملية سياسية، ليس فقط حل الدولتين، ولكن التنفيذ، تنفيذ حل الدولتين. لسنا في مجال أن نتحدث مرة أخرى في مفاوضات إلى ما لا نهاية، هذا غير مقبول. نحن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين، بمعنى أن فور وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات، أن نتحدث بشكل جاد، بشكل مخلص، وفقا للمرجعيات الدولية لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة على حدود بالتأكيد 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. Yes. نعم. Briefly on the. باختصار فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة باستخدام المقرات الخاصة بالأونروا من حماس وغيرها من المجموعات. نستمر في سماع هذه الأمور. وأنا أستمر في الدعوة لإجراء تحقيق من أجل
جعل وضع كل الأشخاص المسؤولين تحت المحاسبة، استخدام مقرات الأمم المتحدة أو المدارس من أجل أغراض عسكرية هو أمر يعد عدم احترام للقانون الدولي. بالطبع اليوم ليس لدينا القدرة على التحقيق، لأن المنطقة ما زالت منطقة عسكرية نشطة وبيئة عسكرية نشطة، ونأمل بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار أن يتسنى لنا مكانا وقدرة تحقيقية لكي نرى ما الذي يحدث ونفهمه. كلمة أخيرة في هذا المجال، لا يمكن تحت أي يعني دعوة أو تحت أي مبرر استخدام أو توظيف أو استغلال أي اتهامات مرسلة بدون أي يعني أدلة موثوقة لاستخدامها كذريعة لتجميد أو عدم تقديم المساعدات والالتزامات المالية لوكالة الأونروا. وإحنا بنتحرك مع كل أصدقائنا وكل الأطراف الدولية لتأكيد استمرار الدعم المالي. الدعم المالي للوكالة أمر مهم جدا ولا بد من الحفاظ على ذلك، ومصر يعني دائما تركز على هذا الأمر. نجحنا بالتأكيد أن في العديد من الدول استأنفت بعد أن تأكدت أن هذه اتهامات مرسلة وغير ذات مصداقية. هناك دول محدودة لا تزال تجمد الأرصدة، سنعمل على إثارة هذا الأمر. أنا بأثيره دائما في خلال اتصالاتي، بالأمس مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيف بوريل، وأول أمس مع مفوض سياسة الجوار الأوروبي المعني بالدعم للجانب الفلسطيني. أكدت على أولوية صرف كافة الشرائح المخصصة لوكالة الأونروا من ناحية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية أخرى. أستاذة سارة الشرقاني من الدستور، تفضلي. سؤال موجه لمين؟ صباح الخير، سؤالي لمفوض عام الأونروا. نرى الآن جهود المصرية المستمرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن ماذا لو توقفت الحرب الآن؟ كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها أو على الأقل للاستفاقة من دمار تلك الحرب، سواء من المجالات التي تحتاج تحركا عاجلا أو مدة الوقت ومساحة الدمار الموجودة على الأرض، وهل نحن نمتلك خطة لذلك من الآن أم لا؟ شكرا. Very briefly because بشكل مختصر، لأن هذا السؤال many are trying to find an answer. يحاول الكثير العثور على إجابة له. So let's hope that there will be a ceasefire. أن وقف إطلاق النار أصبح متأخراً، ولكن نحتاج إليه. نأمل أن يكون هنالك وقف إطلاق النار، لأن الناس في غزة قد تعبوا. ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، ونحتاج إلى تقديم المساعدة الإنسانية. يجب أن نستطيع الوصول إلى جميع أجزاء غزة لعدة أسباب. يجب أن يتوقف هذا الأمر. فهذه الحرب الشعواء قد تخطت كل شيء ممكن فيما يتعلق بالتهجير والتدمير وقتل الناس. فغزة لم تصبح أرض ملائمة للأطفال على الإطلاق، لقد رأينا كل الإحصاءات الأخيرة. بالطبع نحن بحاجة إلى توجه فيما سيحدث بعد ذلك أو ما بعد الحرب. نحتاج إلى أن نعرف ما الذي يتوقعه الناس فيما يتعلق بمستقبل غزة، ولكن السؤال هو ما هو مستقبل تطلعات الفلسطينيين. ولذلك أنا آمل حقا أن الموقف الذي كان قبل 7 أكتوبر قد يتغير، لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل ذلك لم يكن ذا أولوية للمجتمع الدولي. والآن نحن نتعاون بشكل جماعي وملتزمين بشكل جماعي تجاه إيجاد حل سياسي وحل الدولتين وتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيعيشون تجارون لهم في المستقبل. وهذا الأمر يجب أن يستغرق الوقت المطلوب من أجل بناء الثقة فيما يتعلق بالحلول السياسية. وفي هذا الوقت فإن وكالة مثل وكالتنا كما أشرت مسبقا ستبدأ بالتركيز
invest again. وتعيد الاستثمار في أنشطة التنمية الإنسانية الأساسية مثل التعليم ورعاية الصحية الأولية. أستاذ محمد مصطفى تفضل من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير سيادة الوزير، وتهنينا لحضرتك مرة أخرى على تولي مهام منصبك، ونتمنى لسيادتك التوفيق زي ما بنتمنى لمصر يعني أن هي تواصل دورها الهام في المنطقة والعالم في الفترة القادمة. عطفا من غزة على السودان، نجحت مصر كما تابعنا في استضافة أول ملتقى جامع للقوى السياسية السودانية أمس الأول، وهناك جهود أخرى تسعى أطراف أخرى أيضا للقيام بها في نفس الاتجاه مثل الاتحاد الأفريقي بطبيعة الحال. هل تعتقد سيادة الوزير أن هذه الجهود يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب في السودان، خاصة وأن مفاوضات إطلاق النار يعني لم تبرح مكانها حتى الآن؟ وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يعني زي ما سيادتك تفضلت، بالفعل مصر بمؤسستها استضافت هذا المؤتمر الهام. يمكن ده كما ذكر الأخوة السودانيون الحضور خلال تشرفهم بلقاء السيد رئيس الجمهورية بالأمس. مشاهدينا، كنا مع المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري ومفوض أونروا. وزير الخارجية المصري تحدث واعتبر أن أونروا هي أهم وكالات الأمم المتحدة وأنها جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين. هو شدد على العمل الوثيق مع الأونروا وبأنهم لن يسمحوا بأي بديل كمصر للأونروا، وهي الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة. أيضا طالب المجتمع الدولي والمانح حين بإعادة النظر بقرار تمويلها لأونروا، واعتبر أن قطع التمويل هو مشاركة في المجاعة. هو تحدث عن 500,000 طفل فلسطيني يعانون من صدمات نفسية، ورفض ما تطرحه إسرائيل عن إيجاد بديل لها. أما لازاريني فتحدث عن مقتل 200 موظف في الأونروا، واتهم كل من إسرائيل وحماس بأنهما استهدفا مؤسسات الأونروا. مشاهد